أما بالنسبة للأحداث اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله، ففي مجموعة كبيرة من الأحداث هتحصل، وكمان في مباريات مهمة في الدوري المصري هنعرفها من هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهينطلق المعرض العربي للأسر المنتجة بيت العرب تحت رعاية رئيس الجمهورية، وهيستمر لحد 11 يناير الجاري بمشاركة 12 دولة عربية. المعرض بيعتبر فرصة مهمة للنهوض بقطاع الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتراثية العربية وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، وكمان بيشكل فرصة للترويج للمنتجات من خلال المعروضات اليدوية والتقليدية المصرية والعربية. النهاردة آخر موعد لاستقبال طلبات الاشتراك في مسابقة الأم المثالية لعام 2023 بمديريات التضامن على مستوى جميع محافظات الجمهورية. شروط المسابقة ألا يقل سن الأم عن 50 سنة، وأن يكون لها قصة عطاء، وكمان تكون بتعرف تقرأ وتكتب، وعدد أبنائها ما يزيدش عن 3 أبناء. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في افتتاح الجولة 12 من عمر المسابقة. هيلتقي إنبي مع الأهلي الساعة 5 مساءً، والساعة 7 مباراة الزمالك مع الداخلية. بالنسبة لماتشات الدوري الإنجليزي، النهاردة في مباراة قوية في ختام الجولة 19 من عمر المسابقة، هيلتقي فيها تشيلسي مع مانشستر سيتي الساعة 10 بالليل.